تعالوا نشوف ماذا قال النقاد الرياضيين عن خسارة الأهلي القاسية النهاردة. هزيمة تقيلة طبعا، ويعني مشكلة كبيرة جدا بتقع فيها إدارة الأهلي في الفترة الحالية والجهاز الفني للفريق، بس أنا شايفة أن هي كانت هزيمة متوقعة، أو يعني الفترة اللي فاتت دي كلها كانت في النهاية لازم هيحصل الدروب ده للنادي الأهلي بعد سلسلة نتائج سلبية، بعد مستوى متراجع سواء على المستوى المحلي أو على المستوى القاري. يعني هي يمكن هزيمة تقيلة جدا على النادي الأهلي وعلى جمهوره، يمكن كان متوقع شوية أن الأهلي مش في أحسن حالاته أو مش أفضل حالاته في الفترة الأخيرة سواء على مستوى الدوري أو نتائجه في دوري أبطال أفريقيا، لكن كانت صدمة كبيرة أن التكرار للخماسية بتاعت سان داونز قبل كده. يعني يمكن الأهلي محتاج حاجات كتير قوي، عشان يعني هو فرصه دلوقتي حاليا ضعيفة جدا في التأهل. طبعا خسارة كبيرة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، ما كانتش متوقعة. النادي الأهلي كان المفروض المباراة دي هي مباراة الفرصة الأخيرة أو المباراة الحاسمة بالنسبة لي في التأهل لدور المجموعات، خصوصا أنه هو تحديدا أنا شايف مباراة الهلال السوداني كانت هي اللي عقدت حسابات النادي الأهلي في المجموعة، فكان مهم جدا أنه يرجع من جنوب أفريقيا على الأقل بالتعادل علشان يحافظ على حظوظه في التأهل عن دور المجموعات. دلوقتي أصبح الموضوع صعب جدا بعد خوض 4 جولات. بالتأكيد خسارة يعني حزينة لكل الجماهير المصرية، مش الجماهير النادي الأهلي بس، خسارة كبيرة، خسارة قاسية، خسارة أنا شايفها بتعبر عن حال الكرة المصرية حاليا. احنا شايفين الفترة الأخيرة سواء كان على مستوى المنتخبات أو مستوى الأندية في تراجع كبير جدا، هي يعني نقص خطر اللي احنا شايفينه في الكرة المصرية، لابد من وقفة سريعة، وقفة سريعة سواء كان على مستوى الأندية أو مستوى المنتخبات. احنا شايفين المنتخب الأول في بطولة أفريقيا للشباب هنا يطلع من الدور الأول، هنا بطولة مقامة على أرضك، شايفين تراجع النتائج في نادي الزمالك، شايفين تراجع النتائج الأفريقية في النادي الأهلي. بالتأكيد يعني لا، في حاجة غلط في الكرة المصرية، في حاجة ان احنا بنقول لابد في وقفة بسرعة، في حاجة احنا بنقول ايه الغلط عندنا لازم نعالج بسرعة، لان الامر استمر كده مش هيكون على مدار سنة ولا سنتين، لا الامر هيستمر. الاهلي جاب مدرب ممتاز اللي هو مارسيل كولر، وشفنا دوت على مدار الفترة اللي فاتت دي كلها، وبالتحديد في كاس عالم الاندية، مدرب عنده فكر، عنده خبرات، عنده كل حاجة. بس اللي مش عايزين يفهموه هنا في النادي الاهلي او في مصر ان الكوره في افريقيا ما بتتلعبش كده، مش بتتلعب باداء فني ولا فكر فني عالي ولا كده. بيتسو موسيماني مثلا من كام سنه كان موجود 3 فاينل افريقيا واخد منهم 2، كان عارف ازاي يجاري الفرق الافريقيه. النهارده الاهلي بيدفع ضريبه انه ما عندوش مدرب فاهم الاجواء بتتلعب في افريقيا.